دير واحد العمليه ديال الاعذار لفائده السكنه ديال تالودان، الاطفال ديال تالودان والنواحي. جاونا الناس من حدي مناس، من تفانوت، من تيوت، سيدي برجا، سيدي موسى الحمري، حمر طالعه، حمر غلاشه، ايتي عزه، بزاف ديال النواحي اللي جاو الاطفال تبارك الله. وحتى تالودان فيها واحد النسبه ديال الاطفال. كنا بدينا غير غنسجلوا غير 30، دابا الحمد لله وصلنا 85 نسجلوا، وشحال هذه وحنا خدامين على الاجراءات الاداريه ديالهم، التراخيص الطبيه باش تدوز هذه العمليه في جو صحي متكامل. كنتقدموا بالشكر الجزيل للجماعة تالودانت بجميع الأعضاء ديالها، بالرئيس ديالها، بجميع الأعضاء، بجميع النواب المستشارين ديال مدينة تالودانت، مجلس بلدي مدينة تالودانت. كنتقدموا بالشكر الجزيل أيضا لمندوبية الصحة بمدينة تالودانت، بجميع موظفيها ومدير الإقليمي للصحة. وكنتقدموا بالشكر الجزيل أيضا للمستشفى المختار السوسي بالمدير ديالو بجميع الموظفين. المهم العملية ديال الإعذار راها بدات دابا الصباح، 85 طفل دابا اللي وصلنا، والحمد لله كاين طاقم طبي اللي متخصص في هذا المجال، كاين المدرسة ديال الممرضين اللي كاينة تعمل معنا ب 16 ممرض اللي داخلين مع في هذه العملية، كاين الممرضين أيضا المتطوعين، وتحت إشراف الدكتور سفيان بقال، الدكتور جمال براس، الدكتور حسين سعيد، وأيضا لي ماجور سي إبراهيم ريحان وولدو والرئيس حسن. المهم الطاقم فيه تقريبا مكون شي 20 ديال 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 المختصين. كنقدموا لهم الشكر الجزيل. ولقينا الحمد لله كاين الاطفال في مختلف الاعمار، كاين حتى 9 سنين ما باقي ما تطهر، والحمد لله كل شيء داز على احسن ما يرام بالتحاليل ديالهم. كاين التحاليل اللي درناهم في مستشفى الاطفال السوسي برامي، وكاين التحاليل اللي تكلفوا بهم محسنين لان تدخلوا محسنين اللي غادي يساعدوا في هذه العمليه ديال الاعذار. كاينه سوريميت ديال الادويه اللي عطات الادويه لا قبل الاعذار ولا ما بعد الاعذار، يعني حتى تيدوزوا الطهاره دوك لي زونتيبيوتيك ودوك المسائل باش بيضاوي والدراري عارفين اللي عطيناهم اليوم. يعني سوريميت فرق لينا كلشي اللي خاصنا. كاينين الالبسه ديال الاطفال، وغادي يدوز حفل اللي نكملوا ان شاء الله الاعذار، غادي يدوز واحد الحفل اللي غادي نديروا فيه الطقوس الرودانيه اللي تدار في الطهاره ديال الوليدات، وكنتمنوا لهم الصحه والعافيه. ومن هذا المنبر كنقدم الشكر لكل من ساهم بالقليل او بالكثير، كل من ساندنا، من ساند الفكره. تالودان محتاجه بزاف ديال بحال هذه المبادرات. الناس الحمد لله الاسر مساكن معوزه ما عندهم حتى باش يتنقلوا مثلا يجيو من هذا، ولكن كل شيء الحمد لله وفرناه حتى بالنسبه للتنقل ديالهم باش يجيو. كلشي داكشي تكلفنا به مجانا، الاسر كلشي غادي يدوزوا للعمليه ديال الاعذار مجانا، ما غادي ناخذوا عندهم حتى شي حاجه. وكنتمناو ان شاء الله باش تكون مبادرات اخرين تطوع جمعيات اخرين، وحنا معاهم بحال هاد المبادرات الخيريه، حنا مع جمعيات باش نساندوهم ونتعاونوا في الحالات التسويقيه. لان تالودان محتاجه تالودان، والاطفال ديال تالودان محتاجه لهاد المبادرات الكثيره. وهذا المنبر عاوتاني راه لقينا واحد الحاله اخرى، عندنا تعميم الحاله المدنيه ما كاينش عندنا في تالودانت، وبزاف ديال الاطفال اللي متخلى عنهم، بزاف ديال الاطفال اللي ما عندهمش ليزيكستان ديالهم عقود الزياد. هذه عمليه اخرى ان شاء الله غادي تواكب هذه العمليه الاخرى ديال الاعذار، غادي نمشيو ثاني في العمليه ديال تعميم الحاله المدنيه. والشكر موصول لكل واحد. كنشكرك السي موسى لانك سمعتي الخبر وجيتي عندنا باش تساندنا، هذا بحد ذاته راه خير. وكنتمناو باش نعطيو كانت في حمله للعطاء من اي واحد كان، من اي شخص كان، وحتى يكون داخل المدينه ولا خارج المدينه،
نتمنى لك صراحه نشوفك قريبا وشكرا جزيلا.